طيب زدت هيدا الكونستراكتر الديفولت كونستراكتر، بعيط للكونستراكتر اللي هون بيعطيه الاي دي ماينس 1 امتي سترينج وامتي سترينج، وبيعطيه الاكونت ماكسيمم نمبر اوف اكونتس هو 2، فهيدا باي ديفولت يعني. وكمان عملت جيتر للاي دي، جيتر للنيم، جيتر للفون، وستر للفون. هلا بالمين بدنا نعمل برنامج اري بقلبه 2 كلاينتس، ولكل كلاينت بدنا نحط عدد من الاكونتس. هلا هم محطوط 3 بس انا ما حطيت 3. كل اكونت لازم يكون عنده اي دي يونيك، يعني ممنوع يكون اكونت لكلاينت مثل اكونت لكلاينت تاني، او حتى بنفس الكلاينت ممنوع يكون عندنا نفس الاي دي لاكثر من اكونت. وهون البالانس بده يكون 500 دولار لكل اكونت، والانوال انترست ريت 4.5. بدنا نعمل برنامج منيو، اذا نقى واحد بنفرجيه على البالانس، 2 بنعمل له ويزدرو، 3 بنعمل له ديبوزيت، و4 بنظهر من البرنامج. فاول شيء هيدي المين، عملنا هذا الاري نوعه كلاينت وبقلبه 2 كلاينتس. هلا نحن بنعرف انه كل كلاينت ضارب عن نال، فكرمال ويصير عندنا اوبجكت عملنا هذا الفور لوب اي ايكوال 0، مشينا على كل الاليمنتس بقلب الكلاينت، حطينا انه كل اليمنت اللي هو عباره عن كلاينت بيساوي نيو كلاينت، واستخدمنا الديفولت كونستراكتر. هلا بدنا نطلب من اليوزر يعبي الكلاينتس، فعملنا فور لوب كمان مشينا على كل الكلاينتس، بقلبه لهذا الفور لوب طلبنا من اليوزر هون انه بدنا نعبي الكلاينت، وحطينا رقم للكلاينت. هلا هون عملت فانكشن بتعبي لي الكلاينت، بتاخذ هذا الاري الكلاينتس وبتاخذ الاندكس للكلاينت اللي عم عبيه. فبهيدي الحاله اول شيء حيكون صفر مثلا. هلا هيدي الفانكشن هي فوق، اخذنا الاري واخذنا الاندكس، قلنا له اليوزر اعطينا الاي دي والنيم والفون وعدد الاكونتس. هون خلقنا كلاينت تمب، استخدمنا الكونستراكتر، اعطينا اول انبوت، ثاني انبوت، ثالث انبوت، واخر انبوت. رجعنا قلنا انه الاري للكلاينتس اللي معنا، الاندكس للكلاينت اللي عم نعبيه بيساوي هذا التمب اللي عملناه. فهلا صار هذا الكلاينت اللي بقلب هذا الاري الاليمنت يعني ضارب على اوبجكت دخله اليوزر هون. بعد ناقص ندخل الاكونت تبع هذا الكلاينت. فبما انه الاكونت بده يكون عنده يونيك اي دي، عملت فاريبل اسمه اي دي. اول شيء لاخذ الاي دي من اليوزر وعطي اي دي لهذا الاكونت، وعملت فاريبل جي ايكوال 0 بس كرمال نعرض رقم الاكونت، وعملت فاريبل اسمه فاوند. هلا بنشوف ليه هو بوليان. فاول شيء مشيت فور لوب على كل الاكونتس تبع هذا الكلاينت عم عبيه. فكلاينت سب كلاينت اندكس، هذا الكلاينت عنده اكونتس وعنده لينكس لهذا الاري. مثلا ممكن يكون عندنا كلاينت عنده 2 اكونتس، ممكن كلاينت 3 اكونتس، فمن هون بنتحكم فيها. فبقلب هذا الفور لوب عملت دوال لوب. ليش؟ كل ما يدخل اليوزر اي دي موجوده مسبقا حضل له يدخل، مش حاظهر من الفور لوب. فهون عم اقول لليوزر انه بدي الاي دي للاكونت اللي رقمه جي بلس 1، يعني هذا بس رقم مش اكثر، وعم باخذها للاي دي حطها بفاريبل الاي دي. هلا بدي افحص اذا هذه الاي دي موجوده ولا لا. فعملت فانكشن اسمها فاوند نوعها بوليان، بترجع لي اذا هذا الاي دي موجود ولا لا، وبتاخذ الري للكلاينتس مع الاي دي اللي دخلها اليوزر، والجواب اللي بترد لي اياه عم حطه بقلب هذا الفاريبل. هلا بنشوف شو بتعمل هذه الفانكشن. بس نعتبر انه جواب اذا الاي دي موجوده ولا لا صار موجود بهذا الفاريبل. فهلا عم اقول اذا هيدي الاي دي موجوده، فعمل اف فاوند، هيدا الاف حيشتغل، حاعرض له انه الاي دي موجوده، حعمل كونتينيو. شو يعني؟ كل هيدا الكود اللي هون مش حيتحقق، ولا حيصير انه حارجع اطلع لهون واخذ اي دي جديده من اليوزر اتحقق اذا موجوده واعمل اللي لازم اعمله. فلما يدخل هو اي دي مش موجوده، حاجي لهون حقله انه الاكونت اللي عنده اي دي فلانيه خلقناه. فهلا هيدا الاكونت حقيقه بدي اعمل اوبجكت لهيدا الكلاينت. ففت على اري الكلاينتس، الكلاينت عم نعبيه عنده ميثود اسمه اد اكونت. فالاكونت اللي بدنا ندخله عنده الاي دي اللي دخلها اليوزر، هلا تاكدنا انها مش مكرره، والبالانس بدهن اياه بالسؤال 500، والانوال انترست ريت 4.5. فهيك نحن بنكون عملنا هيدا الاكونت لهيدا الكلاينت، والجي بلس بلس بس كرمال زيد ترقيم الاكونت. هيدا اللوب بيشتغل طالما الاي دي هي عم تتكرر. فتلقائيا بس الاي دي ما عادش تتكرر حنطلع من هيدا اللوب، وحنعمل اي بلس بلس. فهلا صرنا عم نعبي تاني اكونت لنفس الكلاينت اذا هو افتراضا عنده 2 اكونتس، فبنعبيه بنفس الطريقه. بس نعبي كل الاكونتس بنظهر من هيدا الفور لوب،
وبينتهي الشغل مع هذا الكلاينت. نرجع هنيجي على المين، هيدا الفور لوب اللي كنا بقلبه، حنعرض الكلاينت اللي عملناه، حنرجع نعمل اي بلس بلس، وحنعبي نرجع تاني كلاينت، فحتصير عليه نفس العملية. هلا حنشوف فانكشن الفاوند اللي بتشوف لي اذا الاي دي موجودة ولا لا، هيدي اللي هون. فهيد الفانكشن بتاخد اري الكلاينتس مع الاي دي، هي موجودة هون نوع بوليان. طيب بتاخد اري اوف كلاينتس وبتاخد الاي دي، فبقلب لهيدي الفانكشن بدي امشي على كل الكلاينتس اللي بقلب هذا الاري. هلا انا رجعت هون مشيت على كل الاكونتس، عملت ميثود اسمها جيت اكونت نمبر، بتعمل لي ريتيرن للكاونتر بلس 1، يعني بتعمل لي ريتيرن لعدد الاكونتس، بس هالشي مش ضروري، فينا نحط اكونتس دوت لينكس بيمشي الحال بشكل طبيعي. فهيدي اللي عملتها هون تعطيني كم اكونت انا معبي، يمكن يكون هذا الكلاينت عنده 100 اكونت بس انا معبي 3، فبس اعمل ريتيرن للكاونتر بلس 1 بكون عم بعمل ريتيرن انه انا معبي 3 اكونتس. طيب فهون عم نمشي على كل الاكونتس تبع كلاينت محدد، وهلا هذا الكلاينت كل اكونت عم تشوف اذا الاي دي اللي له بتساوي الاي دي اللي جبناها. اذا لقينا اكونت عنده هيدي الاي دي بتكون هيدي الاي دي مكرره، فهيدي الفانكشن بدها تعطيني ترو، فعم قلها ريتيرن ترو انه هو موجود. اذا ظهرنا من هودي اللوبس بدون ما نعمل ريتيرن ترو، هنعمل ريتيرن فولز، يعني الاي دي مش موجود، وساعتها هون نحن بنقدر نعمل الاوبجكت ونزيده للكلاينت. هودي الفانكشن خلصوا. فهلا نحن ظهرنا من هذا اللوب وعملنا الكلاينتس ودخلنا الاكونتس اللي له. هلا بدنا نعرض منيو لليوزر ليستخدمه، فحقول له اعطيني الاي دي للاكونت اللي بدك تشتغل فيه. عملت variable id وعملت array من integer اسمه indices، يعني اكتر من index، عملت له initialize لناقص واحد بناقص واحد. ضمنيا هيدا اللي هون بده يمثل لي رقم الكلاينت، وهيدا اللي هون بده يمثل لي رقم الاكاونت. هلا بنشوف شو عم بصير. هو عطاني id، هيدا الid لاكاونت محدد، بس انا ما بعرف هيدا الاكاونت لاي كلاينت، فلا احصل على الكلاينت اللي بدي اياه وين هيدا الاكاونت موجود عند هيدا الكلاينت، عملت هيدا الاري. فهلا اللي حاعمله كمان، بلشنا دو لوب، اخذت هيدي الاي دي من اليوزر. هلا روح بدي اشوف مين هو الكلاينت اللي بدي اتعامل معه. عملت فانكشن اسمها جيت كلاينت، اعطيتها اري للكلاينتس واعطيتها الاي دي واعطيتها اري الاندكسز. هيدي الفانكشن بتعطيني الاندكس تبع الكلاينت بتحط لي اياه هون، والاندكس تبع الاكاونت بتحط لي اياه هون. هيدي في حال انه لقيتهم، واذا ما لقيتهم هود اثنين حيضلوا ماينس 1 بماينس 1. فهون عم اقول اذا الاندسز سب 0 بعده ماينس 1، يعني الكلاينت اللي عنده اكاونت بهيدي الاي دي مش موجود، يعني الاكاونت مش موجود، وهيدا اللوب حيضلوا يشتغل طالما انا مش عم لاقي الكلاينت، فهو حيضلوا يدخل اي دي ليدخل اي دي صحيحه وصير قادر يشتغل فيها. فبس اظهر من هيدا الوايل لوب حيكون معي الكلاينت باندسز سب 0 والاكاونت باندسز سب 1. فهلا بدنا نعمل منيو. اول شيء عملنا سيلكشن، هو ينقي شو بده، واحد ولا اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة، وفتحنا هون دو وايل لوب. هذا الوايل لوب بيشتغل طالما السيلكشن ما بتساوي أربعة، لانه هو بس نقي أربعة بدنا نعمل اكزيت منه للبرنامج. هلا عم نقول له نقي شو بدك، وعم ناخد السيلكشن عملنا له سويتش. اذا السيلكشن واحد بدنا نعرض له البالانس، فعم بعرض له هذه الكلمة البالانس. برجع بدي فوت على الاري الكلاينتس اللي معي، بدي فوت على الكلاينت اللي انا جبت له الاندكس اللي هو موجود بالاندسز سب 0، بدي ارجع فوت على الاكونت تبع هيدا الكلاينت اللي انا بدي اشتغل فيه. فاول شيء بتفوت على الاكونتس، ارجع فوت على الاكونت اللي جبت له الاندكس اللي هو موجود بالاندسز سب 1، رجعت استخدمت ميثود الجيت بالانس، فهيدا بيعرض لي البالانس تبع الاكونت تبع الكلاينت. هلا اذا بدي اعمل ويزدرو نفس القصه، حفوت على الكلاينت، حفوت على الاكونت، هعمل withdraw. هون كمان بدي اعمل deposit، حفوت على client، هارجع فوت على account اعمل deposit، وهون نعمل break فظهرنا من البرنامج. هنعمل test. اول شيء عم بقلي دخل اول client، لنقول id بتساوي 1، name aaa، phone number شو ما كان. هلا من نقول كم account عنده، لنقول انه هذا اليوزر عنده 3 accounts. هلا عم بقلي اعطيني id تبع account رقم 1، هقول له 1. اكاونت رقم 2 حقله 2، اكاونت رقم 3 حجرب نقي اي دي من هوت 2، حط 1 قال لي انه الواحد اكزيست. قد ما ضليت جرب على الان بقلب لوب ما في يكمل،
كمان 2 بيقول لي انه 2 exist، فماشي الحال. هلا احط 3 بيقول لي انه الاكونت 3 انخلق بشكل طبيعي. هلا هون عرضنا الكلاينت اللي خلقناه، اسمه هيك، رقمه هيك، وهود الاكونتس اللي له، والبالانس والريت 4.5 مثل ما هو بده. هلا عم نعبي تاني كلاينت، الاي دي مثلا 2، نيم هيك، الفون شو ما كان، وعنده 2 اكونتس. اي دي لاول اكونت حجرب حط 1 حيقول لي انه اكزيست، 2 اكزيست، 3 اكزيست، حط هلا 4 بيقول لهم الاربعة بشكل طبيعي انعمل، والخمسة كمان عملناه بشكل طبيعي، وهون عرض لنا اياه للكلاينت. هلا عم بيقول لي انت باي اكونت بدك تشتغل، حجرب ناي اكونت رقم 6، فحيقول لي انه الكلاينت اللي عنده اكونت رقم 6 مش موجود، فارجع دخل لي الاي دي اللي بدك اياها، حقول له بدي اشتغل بالاكونت رقم 4. فهلا قال لي انه لقى للاربعة، بدي نقي شو بدي. اول شيء حعمل تشيك بالانس، نقيت 1، بالانس 500، حعمل هلا ويزدرو، قديش بدك ويزدرو؟ حقله 100، حارجع شوف البالانس صار 400 بشكل طبيعي. بدي ارجع هلا ادخل على الاكونت، فبدي ادخل مثلا 200، تشيك بالانس 600، وهي البرنامج شغال بشكل طبيعي. اذا بدي اكبس هلا 4 بيعمل لي اكزيت، بيمشي الحال. طيب هلا بعد ما نشوف كيف عم نحصل على الكلاينت وعم نحصل على الاكونت، فعم نستخدم هيدي الفانكشن الجيت كلاينت وعملتها هون. فهيدي الفانكشن بتاخد اري الكلاينتس، بتاخد الاي دي، وبتاخد الاري اللي بنحفظ فيه الاندسز. فعم بمشي فور لوب على كل الكلاينتس، وعم بمشي على كل الاكونتس تبع كلاينت محدد. عم برجع اشوف هيدا الكلاينت كل اكونت له اذا الاي دي تبع حيال اكونت بتساوي الاي دي اللي معطيني اياها اليوزر. فاذا هالشرط اتحقق بكون انا لقيت الاي دي، ساعتها الاكونت حيكون هيدا للجي، والكلاينت حيكون هيدا الاي. فعم حط indices sub 1 بيساوي للجي، والindices sub 0 بيساوي للكلاينت، وهيك بكون حصلت عليهم.